وميدانيا في اليمن، تواصل قوات المقاومة المشتركة المدعومة بالقوات المسلحة الإماراتية تقدمها لتحرير مدينة وميناء الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، بالتزامن مع غارات مكثفة تدك مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق مختلفة بالحديدة. المزيد في تقرير مراسلنا محمد طاهر. يواصل الجيش الوطني والمقاومة المشتركة المسنودة بالقوات المسلحة الإماراتية التقدم في الخط الجنوبي لمطار الحديدة الدولي، وذلك للسيطرة الكاملة على جولة دوار المطاحن لقطع خطوط الإمدادات للحوثيين القادمة من صنعاء ودمار وريما والمحويت، وتضييق الخناق على عناصر الميليشيات في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة. مدينة الحديدة تمثل للحوثيين عصب رئيسي مدخول سنوي تقدر بمليارات الدولارات. سيطرة قوات الجيش على كامل محافظة الحديدة معناته قطع الإمدادات التي تصل إلى الحوثيين من خارج اليمن، وثانيا حرمانهم من الموارد المالية الهائلة. المواجهات تدور حاليا في محيط المطار بعد السيطرة عليه من قبل قوات الشرعية، يتزامن ذلك مع أكثر من 50 غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الفازة شرقي الخط الساحلي وضواحي مديرية التحيتة، وغارات أخرى استهدفت المناطق المحيطة بالمطار حيث تتمترس ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد خروجها من أرضية المطار. الجيش الوطني في على ثلاثة محاور، المحور الأول في الحديدة والتي تمثلت في المطار والدوار وكذلك المناطق المحيطة به، وكذلك في منطقة باقم في صعدة وكذلك المعارك الدائرة في نهم. الغارات المكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت كذلك مزارع جنوب شرق شارع الخمسين وتدمير جرافة وأطقم عسكرية بالقرب من منصة 22 مايو جنوب المدينة، وأطقم وآليات عسكرية في شارع الأربعين وتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها، في الوقت الذي أكدت فيه إحصائيات مقتل 50 من الحوثيين في المواجهات الدائرة في محيط المطار حاليا. انهيارات غير مسبوقة لميليشيات الحوثي الإيرانية وخسائرها لمواقع استراتيجية أبرزها مطار الحديدة يؤكد أن أوضاعا صعبة وحرجة تعصف بهذه الميليشيا وباتت نهايتها وشيكة. لأخبار الدار، محمد طاهر تعز.